مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. عنوان حلقتنا النهاردة: غلاة الحنابلة الوهابية يؤمنون بالحلول. احنا اتكلمنا في حلقة اللي فاتت عن حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. ابن حزم بيتكلم عن النزول بمعنى في اللغة، وده نفس أسلوب الشيخ عبد القادر الحسيني. وابن حجر قال أو نقل كلام الكرماني: النزول محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك. كلهم قالوا لو الله بينزل يبقى بيتحرك، فبيتأولوا النزول بمعنى يعني أو بنزول أمره. الشيخ صالح المنجد بيقول نزول الله إلى السماء الدنيا نزول حقيقي، واللي يقول نزول أمره باطل، واللي يسأل كيف ينزل الله وبيقول له ينزل كما يريد، لابد أنك تؤمن بما قاله الرسول. قال ينزل يعني ينزل، ومحدش يتفلسف. وفي حلقة النهاردة هنشوف مفاجأة مع الشيخ عبد القادر الحسين، ويقول لنا ما معنى إن حل وارتحل ليها لوازم، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. ما معنى حل؟ حتى تعالى ترجع اللغة العربية، حل وارتحل. حل يعني أقام في مكان، وارتحل يعني ترك هذا المكان. تعالوا نفكر قليلا، من الآن أقرب إلى الحلول؟ الذي يقول الله سبحانه وتعالى في السماء على ظاهرها، أم الذي ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى أن يحوي الله تعالى المكان؟ من أقرب إلى الحلول؟ وزي ما شفنا كده بيقول، وطبعا مين اللي بيقول ان نزول الله على ظاهره وان يد الله على ظاهرها وان الله في السماء على ظاهرها؟ طبعا غلاة الحنابلة الوهابية. الكلام ده احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في حلقة كانت رقم 109، وكانت بعنوان ابن حجر وشيخ الأزهر يكفرون الوهابية المجسمة. وهفكركم بجزء بسيط من الحلقة من كتاب حواش على شرح الكبرى للسنوسي التلمساني. بيقول السنوسي في شرح الكبرى: وأما من زعم أن الطريق بدءا إلى معرفة الحق الكتاب والسنة يحرم ما سواهما، فرد عليه إن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع عند جماعة أخرى. وكنت أتوقع من الشيخ عبد القادر الحسين لأنه أشعري أنه يستشهد مثلا بكتاب زي شرح الكبرى ويقول أن الحنابلة الوهابية لأن هم بياخدوا بظواهر النص هيبقوا كفار أو مثلا أهل بدعة. الظاهر أن الأشاعرة كلهم يعني متخاصمين مع كتبهم. وفجأة بيقول من أقرب إلى الحلول، وهنشرح كلمة حلول بشكل سريع. وإحنا لما بنشوف في إسلام ويب ما معنى الحلول أو الاتحاد، الجواب كان: أما الحلول فمعناه أن الله يحل في بعض مخلوقاته وبيتحد بيها. وكلام الشيخ عبد القادر الحسين معناه ان اللي يؤمن بالنص على ظاهره ويقصد أأمنتم من في السماء يبقى بيقول بالحلول. وفي الحقيقة ان الكلام ده شرحناه من كلام ابن حجر، وكان في حلقة رقم 44 وكان بعنوان تناقض ابن حجر والحلول. وشفنا في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر: حديث ينزل الله إلى السماء الدنيا لأنه أسرح في الحركة من اهتزاز العرش، ومع ذلك فمعتقد سلف الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول، ليس كمثله شيء. وهنا ابن حجر بيتهم ولاة الحنابلة الوهابية بالحلول وبشكل صريح. وهسأل سؤال سريع للوهابية: إزاي أنتوا بتاخدوا شرح ابن حجر لصحيح البخاري اللي هو أعظم كتاب بعد القرآن زي ما بتقولوا، وهو بيتهمكم بالحلول؟ يعني بيقول أنكم ملحدين. ونكمل كلام الشيخ عبد القادر الحسين ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. طيب ما معنى حل؟ حتى تعالى ترجع اللغة العربية، حل وارتحل. حل يعني أقام في مكان، وارتحل يعني ترك هذا المكان. تعالوا نفكر قليلا، من الآن أقرب إلى الحلول؟ الذي يقول الله سبحانه وتعالى في السماء على ظاهرها، أم الذي ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى أن يحوي الله تعالى المكان؟ من أقرب إلى الحلول يا شيخ مصطفى؟ الذي يقول الله في السماء حقيقة؟ فإذا كان هو يعتقد ذلك، شاع في كلام السابقين عن الحنابلة، عن مجسمة الحنابلة، أنهم حلوليون. هذا كلام قديم جدا جدا. زي ما شفنا الشيخ بيقول: طيب ما معنى حل؟ حتى تتعلموا ترجعوا للغة العرب. حل وارتحل، حل يعني أقام في مكان، وارتحل يعني
ترك هذا المكان. تعالوا نفكر يعني نفكر قليلا، من الآن أقرب إلى الحلول؟ الذي يقول الله في سبحانه وتعالى في السماء على ظاهرها، أم الذي ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى أن يحوي الله المكان؟ ومن أقرب إلى الحلول يا شيخ مصطفى بيسأل واحد، يعني الذي يقول الله في السماء حقيقة؟ لذلك شاع في كلام السابقين عن الحنابلة، عن مجسمة الحنابلة، أنهم حلوليون. هذا كلام قديم جدا جدا. مرة تانية هنعيد الحتة دي علشان مهمة. ذلك شاع في كلام السابقين عن الحنابلة، عن مجسمة الحنابلة، أنهم حلوليون. هذا كلام قديم جدا جدا. وزي ما شفنا بيقول لذلك شاع في كلام السابقين عن الحنابلة أنهم مجسمة الحنابلة، أنهم حلوليون. هذا كلام قديم جدا جدا. وطبعا مجسمة الحنابلة هم إيه؟ الوهابية. وإحنا نقلنا كلام الشيخ الوهابية الوسيمين، وهو بيقول إحنا نؤمن إن الله جسم. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. فإن قال قائل إذا قلت مستوى على العرش، على العرش، لازم أن يكون جسما، لازم أن يكون جسما ومحدودا. ولهذا لما جاءت امرأة جهنم الصفوان إلى الكوفة أو إلى البصرة وجمع الناس عليها يناقشونها، قالت إنها تكفر بمحدود على محدود. العرش محدود، وهي تقول إذا كان مستوى على محدود لازم أن يكون محدودا. فما هو الجواب على ذلك؟ الآن كنا لازم أن يكون جسما وأن يكون محدودا. نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك، ونحن نؤمن به. ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين، وإن لم يلزم ذلك فلا يلزمنا أن نلتزم به، ولا يكون قولنا باطلا بهذا الإلزام الباطل. ثم نقول ماذا تعنون بالجسم؟ أتعنون بالجسم الشيء المركب من لحم وعظم ودم وما أشبه ذلك؟ فهذا ممنوع. أم تريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه، الفاعل لما يريد، الذي يأتي ويتكلم وينزل؟ إن قالوا نريد هذا فنحن إيش؟ نلتزم به ونقول إن الله هو هذا وليس كمثل شيء وهو السميع البصير. شفنا الشيخ العثيمين وهو بيأكد انهم بيؤمنوا ان الله جسم. الحاجة الغريبة ان ابن حجر قال ان عقيدة الحنابلة فيها حلول، وقالها بصراحة، وان الشيخ عبد القادر الحسين قالها بصراحة برضو. وخلينا نشوف الفيديو اللي جاي. ذلك شاع في كلام السابقين عن الحنابلة، عن مجسمة الحنابلة، انهم حلوليون. هذا كلام قديم جدا جدا. وزي ما شفنا بيقول لقد شاع في كلام السابقين عن الحنابلة، عن مجسمة الحنابلة، أنهم حلوليون. هذا كلام قديم جدا جدا. وشيخ الأثر بيأكد نفس الكلام على الوهابية. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. وإلا الإمام أحمد ما كان يؤمن أن لله يدا كأيدينا، أو أن لله يد فيها أصابع، أو أن لله يد فيها أظافر، أو أن إلى آخر. وما كان يؤمن أنه يضحك بمعنى أن له أسنان ويبتسم، أو له عينين فيها حدقة. أبدا، معاذ الله، لم يكن كذلك. هذا اللي يعبد كده ده بيعبد جسم، يعبد جسم. واحنا عبادة الأجسام عندنا مال. وزي ما شفنا شيخ الأثر بيقول للإمام أحمد ما كانش بيؤمن إن الله عنده إيد كأيدينا، أو الله عنده أصابع، أو الله عنده إيد فيها أظافر إلى آخر الكلام. وما كانش بيؤمن إنه بيضحك أو لي أسنان أو يبتسم أو لي عينين فيها حدقة. أبدا، معاذ الله. اللي بيعبد كده بيعبد جسم. واللي إحنا عندنا عبادة الأجسام عندنا شرك. ودلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهاردة. الشيخ صالح المنجد بيقول نزول الله إلى السماء الدنيا نزول حقيقي، واللي يقول نزول أمره باطل. والشيخ عبد القادر حسين بيقول لنا ما معنى إن حل وارتحل ليها لوازم. حل وارتحل، حل يعني أقام في مكان، وارتحل يعني ترك هذا المكان. وقال تعالوا نفكر شوية قليلين، من الأقرب إلى الحلول؟ والحلول معناه إن الله يحل في بعض مخلوقاته ويتحد بيهم. والشيخ عبد القادر الحسين بيقول شاع في كلام السابقين عن الحنابلة، عن مجسمة الحنابلة، انهم حلوليون. هذا كلام قديم جدا جدا. وشفنا الشيخ عثيمين وهو بيأكد انهم بيؤمنوا ان الله جسم، وان لزم الامر يعني، ولكن ليس كباقي الاجسام. وشفنا شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب قال اللي لو الله له ايد واصابع واسنان وعينين وفيهما حدقه، اللي بيعبد كده
بيعبد جسمه، اللي احنا عندنا عبادة الأجسام عندنا شرك. ودلوقتي أنا عايزة أخد رأي أي حد بيشاهد الحلقات من أخواتنا المسلمين، أنتوا مختلفين في أصل من أصول الدين عندكم وهو طبعا العقيدة، ليه كل الاختلاف ده؟ لماذا رسول الإسلام لم يشرح العقيدة أو كان حتى يشرحها الله في القرآن علشان ما تختلفوش، بدل ما كان إله الإسلام يكلمنا عن ماذا قالت النملة مثلا ويتوعد أبو لهب بالنار، كان شرح ماهية الإله. أنتوا كده كل واحد عمل إله على مزاجه، والحلقة دي دعوة للتفكير، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول.